إبطال تعليق التمائم. ما رأيك يا عمر في سيارة أبي الجديدة؟ لقد وعدني بشراء مثلها عندما ألتحق بالجامعة. ما شاء الله، إنها رائعة. شكرا يا عمر. اقبل مني هذه الهدية يا عمي، اشتريتها لتعلقها بها. ما هذه يا عمر؟ تميمة تقي شر الحسد، أحضرتها هدية لوالدك. لكن يا عمر، لا يفعل ذلك إلا قليل العلم بالشرع الصحيح. هل تقصد أن من أسباب انتشار التمائم قلة العلم بالشرع الصحيح المستمد من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ بالفعل، فأسباب انتشارها متعددة، منها الجهل بحقيقة التوحيد والعقيدة الصحيحة، انتشار السحرة والمشعوذين وأدعياء العلم المخرفين، التعلق بمن يسمون بالأولياء وهم في الحقيقة أولياء الشيطان. أعتقد أيضاً أن ضعف الدعوة إلى التوحيد وقلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون سبباً آخر. نعم، فمن واجبنا تجاه من يعلق شيئاً من التمائم أن ننصحه ونحذره بالرفق ونوجهه للتعلق بالله والتوكل عليه، ونوضح له أن هذه الأعمال من التشبه بأعمال الجاهلية. صحيح، ويمكن أن نعرض له نموذجاً من سيرة الصحابة رضي الله عنهم يتضح فيه حكم التمائم وإنكارهم لها وتحريمها. فكرة رائعة جدا. أتذكر موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما دخل على زوجه زينب رضي الله عنها فرأى في عنقها خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. لم أقصد ذلك، وقد فهمت الآن أن تعليق التمائم محرم. ليس هذا فقط، فهناك الكثير من العواقب تترتب على مرتكب هذا الأمر، منها أن الله تعالى يكله إليها. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. هذا يعني أن من تعلق بالله والتجأ إليه كفاه، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه وكل إلى ذلك الشيء. بالطبع، كما حذر صلى الله عليه وسلم الذين يعلقون التمائم فقال: من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. كنت أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بقوله تقلد وترا لبس السلاسل للرجال، فأنا أعرف أن هذا العمل محرم ومخالف لهدي الإسلام لما فيه من التشبه بالنساء والتشبه بالكافرين. صحيح، فهو فعل محرم، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقصد بالوتر هنا التمائم وليس سلاسل الزينة. جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات، وسأذهب لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتذر إليك مرة أخرى، وسأحضر لك هدية غيرها. وجزاك مثله يا عمر، ولكن قبل ذلك عليك أن تلخص ما تعلمته اليوم. خلاصة ما تعلمناه اليوم: أسباب انتشار التمائم قلة العلم بالشرع الصحيح، الجهل بحقيقة التوحيد، انتشار السحرة والمشعوذين، التعلق بمن يسمون بالأولياء، ضعف الدعوة إلى التوحيد. واجبنا تجاه من يعلق شيئا من التمائم النصح والتحذير، توجيههم للتعلق بالله تعالى، بيان أن هذه الأعمال من التشبه بفعل الجاهلية، عقوبة من علق التمائم يكله الله تعالى إليها، الوعيد الشديد لمن يعلق التمائم، براءة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، حكم لبس الرجال للسلاسل محرم.